المكان ده ما يليقش بيك يا ملك. ايوه انت رمز مصر. في حاجة يا محمد؟ جلالة الملكة فريدة بتسأل عن جلالتك. فريدة مش ناقصاك يا فريدة النهاردة، كفاية اللي عملته فيا كريمك. انت يا دوحة ما خفتيش كده وانت قاعدة تتكلمي مع الملك؟ يا سلام، ما انت عارفاني يا جمالة طول عمري بريئة وما بخافش غير من الخلاق. بس ده اكيد اتبل عشان كده خد بعضه ومشي على طول. يا سلام، ما هو ملك مصر يا اختي، ما يصحش يقعد في اماكن زيادي. طنط تحية، طنط تحية. في حاجة يا حبيبتي؟ احنا مش هنقوم بقى؟ أنا ما بصحاش بدري قوي كده عشان أنا بنام متأخر. طب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ تعملي إيه في إيه يا حبيبتي؟ عايزة حاجة أعملها لك. أنا جعانة. يا خبر، آي القمر السكر بتاعي جعان، هعمل لك أحلى فطار في الدنيا. تحبي تفطري إيه يا قمر؟ يلا افتحي بقك يا قمر. انا شبعت خلاص يا طنط. ما ينفعش يا حبيبه طنط، لازم تاكلي كويس عشان تقوي وتبقي عروسه زي القمر. ما كمان هتبقى اكبر وابقى عريس. يا سلام، ده انت هتبقى عريس وسيد العرسان كمان. هتوديني المدرسه يا طنط؟ بطلي دوشه بقى يا نجات، سيبيها يام. ايوه يا حبيبتي، هوديكم مدارس، ومش اي مدارس، احسن مدارس في مصر. هتتعلموا فيها فرنساوي ولغات، لازم تبقوا احسن ولاد في الدنيا. يا تحيه، دول بيقولوا المدارس دي مصاريفها كتير قوي. مش مهم يما، انا ممكن هشتغل ليل نهار بس ولاد اختي الحلوين دول يتعلموا احلى تعليم. بيقولك المدارس اللغات دي بتبقى داخله وبتدي اجازات سبت وحد. برضو مش مهم، المهم انهم يتعلموا صح ويتربوا صح. انا خلاص اعتبرتهم ولادي، مش جايز ما خليش. انا عاوز حضرتك تطمني خالص يا جلاله الملكه. هو عامل ايه؟ طمني يا دكتور. الحمد لله ربنا ستر، شرخ بسيط في الحوض. احنا ممكن نسفره بره مصر. في اعتقادي الحاله مطمئنه وما تستدعيش. في طبيب مصري عندنا في سلاح البحريه اسمه يوسف رشاد، بارع في الحاله بتاعت جلاله الملك. استدعوا الطبيب ده فورا. احنا فعلا استدعيناه يا باشا وهو في الطريق. اي دكاتره محتاجه الملك تجيبهم لي، مش انا من اوروبا. احنا كلنا في خدمة الملك يا جلالة الملكة. انا عايز اشوفه، هو فين؟ لولا ان الملك قوي البنية كان راح فيها. ليه، هو جراله ايه؟ بيقولوا كسف الحوض يا ستي. لا حول ولا قوة الا بالله. طب والنعمة الشريفة، الناس فاهمة الملك بتاعنا غلط، وبعدين هو في حد يشمت في المرض؟ طب ده واجب علينا نزوره. منعين عنه الزيارة يا ستي علشان يستريح، بس انا حصلني شوية كده اروح ازور جلالته مع وفد رفيع المستوى. بس بيني وبينك برضه، هو زودها حبتين في موضوع الستات ده. الملك بتاعنا زيه زي كل الرجاله، بس في بقى نسوان عينيهم فارغه يتمنوا يناموا في حضنه ولو ليله واحده. ولا الحاشيه البايظه اللي ماشيه وراه وماليه حياته بالنسوان، قال ايه؟ عشان يعموا عينيه عن علاقه حسنين بامه القرشانه. عال قوي جلالتك اهو. البركه فيك يا دكتور يوسف، لولا سهرك وتعبك معايا ما كنتش بقيت كده.
مولانا ما عملتش غير الواجب، احنا كلنا في ده جلالتك. انا متشكر يا دكتور يوسف، متشكر قوي. ان شاء الله جلالتك كلها كام يوم وهتمارس حياتك بشكل طبيعي جدا. بشكل طبيعي طبيعي والله نص نص. لا ان شاء الله جلالتك بشكل طبيعي تماما. انت هتكون معايا يا دكتور يوسف. مولانا رهن اشارتك، وقت ما تعوزني هتلاقيني تحت امرك. لا انت هتكون معايا في القصر، مرسوم ملكي بوجودك في القصر معايا. انت هتكون من حشية الملك. شرف كبير قوي مولاي، انا ما استحقهوش. لا يا دكتور يوسف، ده تقدير على اداء لمهمتك ببراعة، وكمان مراتك هتكون موجودة معاك. ده كتير قوي مولاي، انا فعلا ممنون لجلالتك. خلاص يا دكتور يوسف، مراتك تكون وصيفة لأميرة من الأميرات. احنا كلنا في خدمة جلالتك يا مولاي. أنا ارتحت لك ووثقت فيك. بقى صعب في الزمن ده اختيار الصديق. ده شرف كبير قوي مولاي، وأنا ما استاهلش كل ده. أنت تستاهل أكتر من كده بكتير يا دكتور يوسف. أنت دكتور شاطر ومخلص، وأنا أحب المخلصين. وأنا أوعد جلالتك إني هكون عند حسن ظنك دايما. أنا مش مصدقة. إيه يا سليمان بيه؟ قول يا سيناجيب. أنا بحضر لفيلم جديد اسمه لعبة الست. أيوه أيوه عرفت. قلقان من الفيلم ده قوي، لكن في نفس الوقت متحمس إن أعمله. طب إيه المشكلة؟ أنا قلت في مشكلة. هو إيه بس يا سيناجيب؟ عندي دور البنت اللي هتعمل البطولة قدامي. أنا شايف فيه تحية كاريوكا. كاريوكا؟ هو دور صعب، لكن لو اجتهدت فيه وأدته صح هيفرق معاها جدا. أمال؟ أكيد. أنا كلمت المخرج وليد نسامح عنها، وراح وشف في الصالة من غير ما تعرف، والحقيقة رجع وهو متحمس إنها تعمل الدور، خصوصا ان وشها ما زال جديد وغير مستهلك، وهتناسب الشخصيه جدا. هتتناسبها وتناسب ابوها كمان. طب وهنقعد مع الكاريوكي امتى؟ انا رايح لها دلوقتي حالا. نجيب الريحاني ودور بطوله يا توحه. هي فرصه طبعا، لكن لا، دي ما فيهاش لكن يا كاريوك. الموضوع ده مش محتاج لتفكير، دي فرصه ما تتسابش. ده دور بطوله قدام نجيب الريحاني. فاهمة ده معناه ايه؟ انك هتكسبي جمهور الريحاني كله. انا خايفة. خايفة من ايه بس؟ الوقوف قدام الريحاني مش سهل، لكن الشغل معاه متعة. يا بيه انا مرعوبة قوي. يبقى هتنجحي، انا واثق انك هتنجحي. من بقك لباب السما يا بيه. انما ما قلتليش هي الحاجة فين النهاردة، يعني مش سامع صوتها. النهاردة اجازة ولاد اختي، خدتهم تفسحهم حب. والعفيتة اللي سمعنا جت اخبارها ايه؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا يا اختي ما قلتليش. المربية الفرنساوية بتاعتها ما بتعرفش تناديها بنجاة، فقال ايه استسهلت وبقت تقول لها رجاء. رجاء؟ غريبة يعني، ما ان اسم نجاة اسهل من رجاء 100,000 مرة. لكن ومال؟ رجاء رجاء ده اسم جميل قوي خالص. ايه يا ست تحية؟ انا شكلي ما خوفش. انا اسفة يا استاذ، والله ما قصدي كده. أنا أقصد بس إن حضرتك غول. لا 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 لا، وكمان غول هي كده، أنا لازم بقى أخوف فعلا. لا والله، أنا قصدي إن أنت غول تمثيل. ولا غول ولا أستاذ، الفنان مننا بيتعلم كل يوم جديد. ها؟ سمعتي بقى الكلام اللي بيقوله الأستاذة تحية؟ ما هو ده اللي رعبني بصراحة كده، هو ده اللي مخوفني. لا 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 لا، لا. إن شاء الله ما فيش خوف من حاجة، استعدي أنت بس وشد حيلك، عشان هنبدأ تصوير الأسبوع الجاي. ماشي يا انور، السلام. مصطفى كمال صدقي. ازيك يا انور؟
والله لك وحش. وانت كمان والله عامل ايه؟ الحمد لله على كل حال. اقعد. ايه اخبارك دلوقتي؟ ما اعرفش عنك اي حاجه من يوم ما صدر النطق السامي الملكي بالاستغناء عن خدماتك، وبعد كده عرفت انك هربت من معتقل الزيتون. زي ما انت شايف يا سيدي، قضيت نص حياتي هروب وزجون، لكن الحمد لله هبدا حياتي من جديد من بعد ما سقطت الاحكام العرفيه. انت اتظلمت يا أنور. ده قدر اللي يحبه البلد دي يا مصطفى. لكن طمني انت عليك، اخبارك ايه في الجيش؟ انا يا سيدي مجرد ظابط بلوى في الصحراء، ونفسي ارجع القاهره. لسه بيقولوا عليك انك مندفع ومتهور وشيوعي. ما انت عارف يا انور اللي بيقولوه كتير. المهم انت طمني، في امل ترجع الجيش تاني؟ انت كنت مستني حد ولا ايه؟ كنت مستني حد كده يا سيدي كان جايب لي شغلانه، لكن تقريبا كده الشغلانه طارت. يعني انت دلوقتي خالي شغل؟ ربك ما بينساش حد، الحمد لله على كل شيء. انت عارف ميزه بلدنا يا مصطفى؟ انها بتتسرق وبتتنهب من سنين، لكن ما حدش بيبات من غير عش. شوف يا دكتور يوسف، انا خلاص فاض بيا، انا عايز اخلص من الكابوس اللي اسمه مصطفى النحاس ده. انا عايز ارد على الانجليز برد قاسي، فهمني يا يوسف. انا فاهم جلالتك يا مولاي، فاهم جلالتك، بس اديني فرصه ارتب الامور واشوف ايه اللي ممكن يتعمل وهبلغ جلالتك. انا ثقتي فيك ملهاش حدود، مش عايز افكرك. اهم حاجه السريه في الموضوع ده. ان شاء الله يا مولاي انا هكون عند حسن ظن جلالتك دايما. شد حيلك، ومعاك كل الصلاحيات لتنفيذ اللي اتفقنا عليه. قولي نايد عامل ايه؟ عايشين في خيرك يا مولاي. فوزية مضايقة بحاجة؟ بالعكس، نايد مبسوطة جدا مع الأميرة فوزية طبعا. طب يلا اتحرك انت دلوقتي، مش عايز افكرك. السرية في الموضوع ده مهم جدا، وعايز ارد الألم ألمين للإنجليز مصطفى النحاس. في ايه يا تحية؟ مالك بس؟ مش عارفة، مش عارفة مالي، مرعوبة متلجة. بقول لك مش عارفة مالي. طب الزوم ايه الرعب ده كله بس؟ ده أول مشهد قدام الريحاني. يا سلام، ويعني؟ طب أنت بصيتي قدام القصر وماري منيب وكنت هايلة. معاه هو حاجة تانية خالص، أول ما بصيت في عينيه حسيت إني نسيت كل الكلام. بقول لك إيه؟ خليني أعتذر عن الفيلم ده أحسن. تعتذري؟ ايه كلام المناخوليا ده؟ احنا خلاص ابتدينا نصور في الفيلم، بعدين الفيلم ده هيبقى نقطة تحول في حياتك. بكرة تقولي سليمان نجيب قال. بقول لك مرعوبة، مرعوبة. طيب اهدي واقعدي كده واستهدي بالله. صدقيني انت هتبقي هايلة، مش حال ما كنتش همثل معاكي في الفيلم ده. يلا 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 نقوم نشوف شغلنا. المخرج زعل عشان انا عدت كتير صح؟ المخرج زعل؟ المخرج ده متعود يعيد 20 مرة في كل مشهد. بس أنا مكسوفة قوي من الأستاذ الريحاني. الأستاذ الريحاني؟ الأستاذ الريحاني من باب علمك بالشيء مرعوب قدك 100 مرة. يلا يلا ده شغل عيال، يلا قوم شوف شغلنا، يلا. على ضمانتك؟ إيه يوسف؟ كل ده سهر يا دكتور؟ ما انا قلت لك على اللي فيها يا نهت. طيب ما انت كده مش هتعرف تفكر، لازم تنام وتستريح عشان تقدر تفكر كويس. انا لازم اعتمد على اصدقاء مقربين في الحكايه دي، ومش اي اصدقاء كمان، لازم يكون في توافق في الفكر والتوجه. واخترت حد؟ والله انا لغايه دلوقتي اخترت خالد فوزي وحسن فهمي عبد الحميد ابراهيم فتحي ومصطفى كمال صبري. ايه ده ايه ده؟ ليه كل ده؟ انتوا هتحاربوا؟ في رغبه قويه عند الملك ان المجموعه اللي اختارها دي تفضل دايما حواليه. هنكون بيهم تنظيم اسمه الحرس الحديدي. يعني ايه الحرس الحديدي؟ ايه يا تروحه؟
اخبارك ايه؟ استاذ نجيب اتفضل اتفضل ارتاح يا بيه. اوضتك حلوه قوي وريحتها حلوه، هي كده اوضه حريمي صحيح. اخبارك ايه مع بديعه؟ الحمد لله كويسه. بديعه دي حكايه، انا سمعت انك سبتيها ورجعت لها تاني. في الحقيقه اه، بس انا والمدام ما ينفعش نفترق عن بعض ابدا. والله طلعتها اشطر مني، انا بقى لما سبتها ما عرفتش ارجع لها تاني مع اني بحبها قوي. هي كمان بتحبك قوي يا استاذ نجيب. طبعا لسانها الطويل خلاها حكت لك على العلقه اللي ادتها لي. بصراحه ادتني حته علقه بنت الايه، ما خدهاش حمر اعرج في بطلع. ما هو بصراحه بصراحه اللي انت عملته كمان فيها ما كانش شويه. الحقيقه كنت استاهل، ما عرفتش احافظ عليها. حافظه على علاقتك بيها، هتتعلمي منها كتير. انا فعلا بتعلم منها يا استاذ، ولسه هتعلم حاجات كتيره قوي. لازم تتعلمي انك تاخدي حاجه من كل حد تقابليه في حياتك، ولازم تحافظي على كل حاجه حلوه عندك، ولو قدامك فرصه ممكن توصلك امسكي فيها بايديك واسنانك. انت مش خايبه زيي، انا عارف انك شاطره وشجاعه. على فكرة أنا قلت لهم يأجلوا التصوير لبكرة. لا أنا همثل النهاردة وهعمل مع حضرتك المشهد النهاردة. كده